بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم ووالدينا وأحبابنا في جناته جنات النعيم. الحديث إليكم أيها الإخوة عن تعظيم قدر الصلاة، هذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، جاءت بعد الشهادتين في المرتبة الثانية من أركان الإسلام. وتعظيم شعائر الله تعالى لا يتحقق إلا من أهل التقوى. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم شأن الصلاة بمعرفة فرضيتها وأحكامها والاستعداد لها والإقبال على أدائها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عليها. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ ذلك التعظيم لشأن الصلاة بتعظيمه لشأن الوضوء، فإذا أقبل على وضوئه عليه الصلاة والسلام كما قالت إحدى زوجاته: كأنه لا يعرف منا أحد. فإذا دخل في هذه الصلاة خشع فيها عليه الصلاة والسلام في تلاوته للآيات وفي تدبره لما يقوله عليه الصلاة والسلام. فلقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عند تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، إذا لم يكن في قلب الإنسان تعظيم لشأن الصلاة بحيث أنه ينوي أداءها بقلب خاشع مطمئن، وينوي حينما يؤديها أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة العظيمة، وذلك أن هذه الصلاة من أكبر البواعث والدوافع على استقامة الإنسان وعلى قضاء حوائجه. أما قضاء الحوائج فمن أهم الحاجات التي يحتاجها الإنسان أن يحتاج إلى الأمن، وأن يحتاج إلى تقوية إيمانه، ولا يكون ذلك إلا إذا كان المؤمن مؤدياً لهذه الصلاة على الوجه الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. فحينما يتجه إلى القبلة وحينما يرفع يديه مكبراً الله أكبر، يبعث ذلك التكبير في نفسه أعظم أسباب الطمأنينة. وحينما يستفتح للصلاة، وما في دعاء الاستفتاح من تنزيه الله تعالى وتعظيمه، ثم يستعيذ بالله من الشيطان ويسمي ويقرأ هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، التي فيها من تعظيم الله تعالى ومن حمده والثناء عليه وطلب العون منه سبحانه وتعالى، وإقرار بتوحيده وحصر للعبادة فيه سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يستشعر المسلم ويعظم هذه الألفاظ التي يقولها. ثم إن في هذه الصلاة لحظة من اللحظات العظيمة الثمينة، ألا وهي لحظات السجود التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ينطرح العبد المؤمن بين يدي ربه تبارك وتعالى داعياً
سائلاً أن ييسر له كل أمر وأن يعطيه كل مطلوب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرد بفضله ومنته سائلاً. ولقد قال الصحابة رضي الله عنهم في شأن تعظيم الصلاة: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد كان الإنسان منهم يحرص تمام الحرص ألا تفوته تكبيرة الإحرام، ذلك أن هذه الصلاة ينتظم الإنسان فيها تعظيماً وتقديراً، إذا أتاها مبكراً لأدائها فإنه بذلك تستقيم له هذه الصلوات. أما الحضور اللاهث كما يقولون عند الإقامة ولا يستعد الإنسان لها إلا في آخر لحظات أو قبيل الإقامة، فهذا في الغالب لا يتأتى له أن يستفيد منها الاستفادة الكاملة، إنما يسعى الإنسان جاهداً أن يستعد لها قبل دخول وقتها، وأن يحرص على أداء سننها الراتبة القبلية والبعدية، فإن ذلك من تعظيم أمر هذه الصلاة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تعظيم شعائره. ولقد حذر الرب تبارك وتعالى من التخلف عنها أو السهو عنها، فقال سبحانه كما في الآية التي قرأها الإمام وفقه الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ربما يسهو الإنسان عن صلاته فلا يستيقظ فلا ينتبه لها إلا بعد خروج وقتها، وهذا أمر خطير توعد الله سبحانه وتعالى عليه بكلمة ويل. وقد قال أهل التفسير: إن ويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لذابت من شدة حره، أجارنا الله وإياكم. المقصود أيها الإخوة الأكارم أن هذه الصلاة فريضة عظيمة يجب علينا أن نعظمها وأن نقبل على أدائها وأن نستشعر الوقوف فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى. ومن تعظيم شأنها وفضلها ومنزلتها أنها كانت من دعاء غالب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يدعون الله سبحانه وتعالى بأن يقر في قلوبهم وقلوب ذرياتهم تعظيم أمر هذه الصلاة العظيمة التي هي من لوازم الإيمان، من لوازم أركان الإسلام الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إخواني الكرام، إذا أقبل الإنسان على صلاته فليؤجل جميع مشاغله، فليؤجل جميع ما لديه من أفكار ومشاريع وغيرها، يقبل على هذه الصلاة العظيمة، فإن الله تعالى قد حكم بالفلاح لمن قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، ويقول أهل اللغة أن قد إذا جاء بعدها فعل ماض أفاد التحقق الوقوع، فالله سبحانه وتعالى قد حكم بالفلاح حكماً لا مرية فيه ولا جدال، وعد من الرب سبحانه وتعالى الذي لا يخيب وعده ولا يخلف وعده، أن يعطي الفلاح من أدى هذه الصلاة بخشوع وطمأنينة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أقبلوا عليها كما أقبل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أقبل عليها صحابته الكرام. يفرغ الإنسان مشاغله وهمومه وينصب نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى مستشعراً عظمة الله سبحانه وتعالى، ومستشعراً فضل الله سبحانه، ومستشعراً نعمة الله تعالى عليه أن أنعم عليه أن أقامه في هذا الصف يؤدي هذه الفريضة العظيمة. يحمد الإنسان ربه أن يأتي إلى المسجد أن يؤدي هذه الفريضة،
والبعض من الناس هدانا الله وإياهم قد انشغل بتجارته، وقد انشغل بأموره الخاصة، وقد انشغل بنومه عن هذه الفريضة العظيمة. يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن وفقه لذلك. أسأل الله تعالى أن يمن علي وعليكم وعلى ذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات أجمعين بتعظيم شأن الصلاة وحفظ حقها وأدائها على الوجه الذي يرضاه ربنا سبحانه وتعالى عنها، على الوجه الذي يرضاه الرب سبحانه وتعالى عنا. وليعلم الإنسان، وأختم بذلك، أن هذه الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد المؤمن يوم القيامة عن تعظيم شأنها وعن أدائها، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله والعياذ بالله. اللهم يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا واجزهم عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل.